عدنا والعود أحمده. كيف الحال؟ من زمان ما صورنا، يعني لا اعتذار في الاعتزال ولكن عتاب في العودة، فأنا أشعر بمعاتبتكم، فأنا آسف. آسف أين نصرفها يا محمد؟ طيب لو قلت شكرا أنكم ما زلتم منتظرين لأجلي. صراحة أنا أشبهكم عند غيابي بالأخ الذي ينتظر أخيه المسافر على حافة الطريق، فعندما يقابله يعاتبه ثم يعانقه. فعاتبني ثم عانقني أرجوك. والله إني أحبكم في الله، وأحب ذلك الشعور الذي ألمسه بكم عندما أقابلكم على أرض الواقع. أشعر أنني أقابل شخص أعرفه من سنين، فيكون ملخص اللقاء ابتسامة جميلة بيننا. فأسأل الله أن يحفظكم وأن يجمعنا بكم في الجنة. طبعا يبدو علي ربما التعب، فكما تشاهدون نحن الآن في الليل، ولكنني أحببت أن أنشر لكم وأتكلم معكم وأجلس معكم قبل أن ندخل إلى شهر رمضان حتى تسامحون على تقصيري. المهم اليوم سأعوضكم خيرا، سأخبركم بسر أخبرني إياه أحد رجال الأعمال المتميزين في مجاله والذي وصلت ثروته إلى الملايين. يعني في حال كنت ترغب في أن تغدو رجل أعمال أو ريادي في المستقبل وما يتبع ذلك من إيجابيات وسلبيات، فاحرص على سماعه. يعني تعرفون من الجميل أن تتعرف على أشخاص جدد وتكسب معارف وخبرات جديدة في الحياة، فمعرفة الناس كنز كما يقال، صحيح؟ المهم جمعني تعارف مع أحد رجال الأعمال المميزين في لقاء عمل. أنا دعيت لهذا اللقاء من خلال أحد أصدقائي وهو صاحب شركة عقارات هنا في تركيا، وكان له أعمال مع ذلك الرجل يناقشها، وأنا لم يكن لي هدف من تلك الدعوة سوى أنني دعيت لها ولبيت الدعوة. المهم طوال الجلسة الحديث يدور حول أرقام في الملايين، وأنا أجلس هناك وحيدا، يعني ليس مكاني. يعني رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. هذه الصفقة أخذتها بمراقصة حادة، وهذا المشروع لو فتح في البلد الفلاني سيكون ناجح، إلخ إلخ. المهم رويدا رويدا بدأت الاندماج والمشاركة. يعني تعرفون والدي أستاذ جامعي في علوم الإدارة والمحاسبة، وأعرف بعض الأمور المتعلقة بإدارة الأعمال، فبدأت المشاركة بها. يعني شكرا والدي. جميل، شيئا فشيئا بدأت أنتمي للجلسة، ودار حديث بيني وبين ذلك الرجل رجل الأعمال، فقلت مازحا له: برأيك ما هو سر النجاح بشكل عام؟ قال: تقصد النجاح في العقارات؟ قلت: لا لا لا، أصل لهذا المستوى بعد عقاراتي، بل أقصد ما هو سر نجاحك أنت. ابتسم وقال: تريد السر بالمجان يا دكتور؟ لم تحزر. يعني يبيع كلامه لو أراد. فقلت له: أخبرني بسرك ولك الجنة. قال: كيف ذلك؟ كيف تضمن لي الجنة؟ قلت لي: أخبرني أخبرك، يعني أريد أن أعرف سره حتى لو اضطررت لاستخدام أساليب الحادة في الإقناع. فقال إجابة أنا استغربتها صراحة، قال: السر هو باختصار هو ذلك الذي نسمعه كل يوم ولكننا لا نلاحظه. حي على الصلاة، حي على الفلاح، الفلاح تعني النجاح. حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على النجاح، نسمعها في كل أذن ولكننا لا نلاحظها. أنا هنا صراحة شعرت أنني أستمع إلى ذلك التفسير لأول مرة، ربما كما حالك الآن ربما، ولكنني استغربت صراحة من طريقة تفكيري، لأنكم تعرفون عندما يحصل المرء على مال كثير يغيب لديه الوازع الديني أو هذا البعد من التفكير يغيب لديه، فلا يفكر بهذه الطريقة، فأنا احترمته جدا لهذا التفكير ولهذا الرأي. ثم قال: أخبرتك بسري، هيا أخبرني كيف لي الجنة. قلت: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام يوم القيامة. أتحب ذلك؟ سألته فاقتنع. ثم بدأ يخبرني بالأمور الأخرى التي ساعدته في الوصول إلى ما هو عليه. قال: القاعدة الأولى في النجاح هي الالتزام، التزامك مع نفسك، التزامك في صلاتك، التزامك في مواعيدك، الالتزام بشكل عام هو القاعدة الأساسية. ثم قال: يجب أن تكون شجاعا، فالربح الكبير لو أنه سهل أصبح كل الناس أغنياء. قال: يجب أن تشارك من حولك إذا كنت مبتدئ، وأن تبتعد عن المشاركة فيما بعد. قال: يجب أن تحسب للخسارة قبل أن تحسب للربح، وأن تضع خطط بديلة، وأن لا تدع الأمور على سجيتها. قال: يجب أن لا تثق بأحد، بل يجب أن تثق بالمستندات والأوراق، يعني بمعنى آخر أن تكتب، وهذا ما يبليه علينا الدين والشرع. قال: أمور كثيرة أخرى قد يقولها لك أي ناجح في مجاله، ولكنني هناك رغبت في أن أكون سالبا في حواري، وطرحت عليه سؤال وأنا أعرف إجابته، ولكنني أردت أن أسمع منه الإجابة وأرى رأيه به. قلت له: كلامك جميل، وهو أنك ربطت الصلاة بالنجاح، ولكن هناك الكثير يسأل ويقول، يعني يوجد هناك أشخاص أغنياء جدا ولكنهم ملحدين أو غير مصلين، فكيف تفسر ذلك؟ نظر لي باستغراب وقال:
تمام أين النقطة؟ يعني يوجد أيضا أشخاص ملحدين وفاشلين وفقراء، ويوجد أشخاص غير مصلين وفاشلين وفقراء، أين النقطة؟ وعلى الطرف الآخر يوجد أشخاص مصلين وأغنياء، هذه أرزاق. وأنا صراحة الأمانة الفكرية أريد أن أضيف آيتين من القرآن الكريم تلخصان الإجابة على هذا السؤال. الآية الأولى الله سبحانه وتعالى يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات. وقبل أن أنهي صحيح، وصلنا إلى المليون، أنا صراحة لا أحب أن أقول كلمة مليون لأنني أشعر أنني أقلل منكم، بل أنتم أخ وإخوة أعزاء كرام وأخت وأخوات فاضلات كريمات، رجائي الوحيد هو أن يجمعنا الله بكم في الجنة حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر. اللهم حقق لنا هذه الأمنية ونحن مقبلين على شهر رمضان. أيضا نحن أقبلنا على شهر رمضان، فيا عزيزي يا رمضان كن لطيفا معنا، وخصوصا على هؤلاء الذين أتعبتهم الدراسة الآن، خصوصا أبناء الثانوية العامة الآن، أعتقد فشهر رمضان سيكون فترة اختبارات لديهم، اللهم وفقهم. أيضا أيها الصائم لا تجعل صيامك يذهب هباء في أمور قد تفعلها وقد لا تستحق. الآن زمتم في أمان الله.